الجامس العربي من مدينة الصويرة. أنا مواليد 1960، كندير الخياطة من الصغر ديالي، عندي 5 سنوات. مشيت عند التيور عند واحد اليهودي كيقول لي هارون، كان كيدير هادشي ديال لي فيس لي بونطالون داكشي كلاسيك، ودوزت معاه واحد المدة وتعلمت منه واحد الإفادة الصنعة، تعلمنا معاه البركة ومشينا عند المعلمين الآخرين وبقينا كنخدمو هادشي ديال التتاير. واحد فيها فاش جا شوية ديال النصارى والهيبي كانوا هنا، بدينا كنشوفو حوايج بزاف، كنشوفو اللباس كيفاش داير وداكشي. وانا ندخل لهذاك الابتكار خدمت مع واحد فرنساويه كيقولها كاترين مارينا. كاترين كانت كتصوب دي اكسبوزيسيون، كتبعهم لوطيل، واحد لوطيل كيقول ليه الماموليه، اوطيل في مراكش. كنخدموا بالحيك ديال الصويري لانه كله قطن كيصوبوه، ديك الساعه الدرازه الناس كيخدموا اتصال كيصوبوا هذاك الحيك وكيديروا فيه السقلي. كان واحد الوقت زمان كانوا كيلبسوا غير الناس اللي هما، وبقينا كنديروا لي كرياسيون عندها حتى تعلمنا من عندها حتى هي البركه. درت المحل ديالي 1982، ديك الساعه النصارى صويره غير وليهود كل شيء موجود بخير تبارك الله، عطاه الله وبخير زينا البلاد. كنا كاع ما كنقولوا النصارى بونجور، هما اللي كيدخلوا عندنا كيشوفوا. خدمنا مع امريكان، خدمنا في الافلام، خدمنا في بزاف ديال تنهار. جا الفيستيفال ديال الصويره، قبل الفيستيفال ديال الصويره كان جا هنا امازيغ كاتب والكاتب ياسين، كان جا لهنا وكان جا لاكادير وجا الصويره وتعرفت عليه. من ناحية ديال المهنة ديال الخياطة كنديرو ديستيل بزاف، نديرو السراول بالطريفات ونديرو بزاف ديال الأفكار. كنبتكر شي حاجة ديالي أنا اللي ما تلقاهاش في السوق. بداو كيجيو عندي لي ميجيسيان كنصوب ليهم، صوبت المعلمية القنادر وصوبنا الحرافات وصوبنا الجويان بالقنابر وصوبنا بودربالة